السلام عليكم. إن شاء الله نهار الجمعة كما نعرف المنتخب التونسي عنده مقابلة ودية ضد منتخب كوريا الجنوبية، وبنسبة كبيرة القناة الوطنية باش تبث المقابلة وكيف كيف مباراة المنتخب الياباني. يعني لهنا نحسوا أنه القناة الوطنية ماشية للوطنية وقت اللي فكت عليها من رويق إعادة شوف لي حل ومنامة عروسية والعاتي. عدت البطولة التونسية حاليا قاعدة تخدم في خدمة نوعا ما ما نقولوش محترمة، أما تخدم في الخدمة اللي يلزمها تخدمها ومش عاملة مزية. يلزمهم ما ينساوش أنه كل دار تونسية تعطي فيهم في التريميسة مانيش عارف هنا 8000 ولا 10000 فرنك معلوم الإذاعة ولا التلفزة. لذا كما قلنا حلقة اليوم باش نحكيه فيها على التشكيلة الأمثل، ما هيش التشكيلة الأقرب لكن التشكيلة الأمثل بالطبيعة على الملاعبين المتواجدين في القائمة. يعني كي نحكيه على التشكيلة الأمثل مش واحد يكتب لي في تعليق يقول لي ليه والله نورمالمون اللاعب الفلاني يكون مكان الملاعبي اللي سميته. باش نحكيو على الملاعبيه فقط اللي متواجدين في القائمه اللي اعلن عليها جلال القادري. اما قبل هذا جاني تعليق قال لي علاش ما تحكيش على فلسطين الفتره الحاليه، تعرفوا منيتي شنو الكوره نخليها على جنب وكل يوم نهبط حلقتين ثلاثه على اخر اخبار انجازات الشعب الفلسطيني امام الوزغة اللي ماشي في بالو لاكوست وراهو البوكاشيش راهو عمره ما يكون تمساح. صحيح يشبه للتمساح اما التمساح تمساح والبوكاشيش بوكاشيش. قالك باش نردوا وبقوة، تردوا ممكن على حوايجكم وتردوا من فوق ومن لوطة كما قاعدين نشوفوا في بعض الصور بلغة الكرة. برافو للشعب الفلسطيني اللي فرحنا وشرفنا وبحول الله القادم باش يكون أفضل. ننتقلوا للمنتخب التونسي كما قلنا اللي باش يواجه المنتخب الكوري الجنوبي والتشكيلة الأمثل. أما قبل هذا المنتخب التونسي واجه مرة بركة 2014 منتخب كوريا الجنوبية فاز عليه هدف لصفر في فوت فانكار. اتفرجت وقتها او هبطوا تصويره فيها التشكيله الاساسيه لواجهه منتخب كوريا الجنوبيه، قعدت بهت كيفاش فازوا على كوريا لانه 2014 ممكن المنتخب الكوري الجنوبي مستواه غير مستوى المنتخب الكوري الفتره الحاليه، على خاطر بالتشكيله هذه وقت اللي تتفرج فيها تي الخسارة واضحة، اثنين وثلاثة بلاش في مرمانة واضحة على الأخر، دي تشوف تلقى في حراسة المرمى معز أحسن المنتخب أو معز أو فاروق بن مصطفى. وقتها المنتخب التونسي على حسب التشكيلة في فود فانتكات يلعب أربعة أو خمسة مدافعين، نلقاو ثلاثي محور الدفاع بلال المحسني صيام بن يوسف وأيمن عبد النور على الجانب الأيسر سليم بن جميع على الجانب الأيمن حمزة المثلوث. ثلاثي وسط الميدان حسين ناطر ياسين المكاري وسام يحيى، قدامه نلقاو زهير الذوادي ورأس حربة عصام الجمعة. يعني كنشوفوا تشكيلة 2014 والقائمة نتاع المنتخب التونسي في 2014 ونشوفوا الملاعبين المتواجدين حاليا في المنتخب التونسي، من حق جمهور المنتخب باش يطمح انه يفوز بكأس افريقيا اللي غابت عليها 20 سنة بطبيعة، فوزنا بها مرة واحدة 2004 في تونس. ديو حاليا للتشكيلة المثالية. وقت اللي يقولوا تشكيلة مثالية مش معناها تشكيلة واو، وعلى خاطر كي تسمع مثالية ومن بعد تلقى الملاعبية اللي حاطينها تقول توا هذه تشكيلة، على خاطر ديما الحاجة المثالية تكون حاجة باهية برشا. لكن خلينا نقولوا أفضل الملاعبية في كل مركز. في حراسة المرمى كما قلنا عندنا أيمن دحمان هو الحارس الأول في المنتخب، ما ثماش علاش باش يتغيروا في ظل تواجد بشير بن سعيد ومعز حسن. ممكن لو كان جاي حارس آخر ممكن نقول ونعطيه فرصة في الشو الثاني، لكن بما أنه متواجد بشير بن سعيد ومعز حسن ما نجموش يكونوا مستقبل الكرة التونسية والمنتخب التونسي. لذا ما ثماش علاش باش يتم تغيير أيمن الدحمان لأنه حاليا أفضل حارس بيناتهم الثلاثة. على الجانب الأيمن بين كشريد ومحمد دراجر، كشريد على الجانب الأيسر بين ما ثماش بين، بما أنه بعد إصابة علي العابدي الجانب الأيسر باش يكون لعلي معلول في ظل تواجد أسامة الحدادي، لأنه نورمالمون مكان الحدادي تم دعوة مرتضى
بنونات. في اللاكس منتصر الطالبي بجنبه ثم ياسين مرياح ثم علاء غرام ويان فاليري. ما هو نادر الغندري كان منسوب على النادي الافريقي وياسين مرياح منسوب على الترجي الرياضي. لذا المقابلة اللي يخوضها يان فاليري الإعلام يتكيه علاش على خطر ثم ياسين مرياح وكيف كيف نادر الغندري. لذا راهو يان فاليري راهو ماهوش كنافارو ولا نستا لكن ينجم يكون خيار أفضل من ياسين مرياح في محور المنتخب التونسي. تقلوا نقطة قوة المنتخب وهو وسط الميدان. الياس السخيري ما ثماش كلام. عندك أنيس بن سليمان مش قاعد يلعب، محمد علي يلعب، عيسى يلعب، حنا باعل يلعب، يعتبر يلعب، خاض ثلاثة مقابلات مع مانشستر يونايتد وقيمته التسويقية ارتفعت من 8 إلى 12 مليون أورو. كيف كيف حمزة رفيعة قاعد يقدم في مستوى محترم مع فريق ليتشي في الدوري الإيطالي. حمزة رفيعة قاعد يقادر يلعب في المركز اللي يلعب فيه حاليا عيسى العيدوني. شخصيا نحبذ أنه جلال القادر يجرب تركيبة متكونة من الياس السخيري، حنا بعد المجبري على الجانب الأيمن، حمزة رفيع على الجانب الأيسر، ويغيروا المراكز متاعهم. بطبيعة هنا نحكي على حنا بعد ولا حمزة رفيع. في خط الهجوم عدنا ثلاثة ملاعبية، عدنا يوسف المساكني، سيف الله بلطيف، نعيم سليتي، عصام جبالي، هيثم الجويني، والياس العشوري. نعيم سليتي أصبح من الماضي، نحبه ولا نكره، وتقدمته الدعوة على خطر الجانب الأيمن الضعيف على الأخر في المنتخب التونسي. عصام جبالي كيف من الماضي، وهيثم الجويني من استناوش منه حاجة كبيرة، ممكن يسجل لك هدف اثنين ضد منتخبات في المتناول، لكن ضد المنتخبات الكبيرة ما نجموش نقارنه مثلا هيثم الجويني بالخزري مثلا، واللي في فترة ما نسبة من جمهور المنتخب مش راضية عليه، ومع هذا يهرب هروب هيثم الجويني. لذاش كون قعدنا الياس العشوري، سيف الله بلطيف، ونعاولوا بطبيعة على خبرة يوسف المساكني. ما عدناش نحب ولا نكره حاليا، ما عدناش رأس حربة صريح قرو ما كلمنا ربع فرصة يحط لك في الشبكة. اللعبة باش تقعد كرأس حربة، اللعبة باش تقعد بين هيثم الجويني وعصام الجبالي. هيثم الجويني قاعد يلعب في المقابلات الأخيرة في المنتخب التونسي، وعصام الجبالي يلعب في الدوري الياباني. لذا نتصور كرأس حربة يبدأ بهيثم الجويني. ما هيش يراو مثالي، يراو خاطر من الأول قلت تشكيلة مثالية، موش مثالي، لكن لو كان مش نخيره بينه وبين عصام الجبالي ممكن نقول هيثم الجويني. على الجانب الأيسر يوسف المساكني، وعلى الجانب الأيمن ما فيها باس يا جلال القادري أعمل خوية تفلسيف، تفلسف لعل وعسى تمشي معاك، على خاطر مش الأمور ماشية وانت تتفلسف. ليه ليه اجتهد يا أخوي، اختانا من كلمة تفلسف. ما عدناش على الجانب الأيمن ملاعبي إليق، ملاعبي قادر يفسخ، ملاعب قادر يقدم إضافة. لذا ما فيها باس لو كان الناخب الوطني يجرب الياس العشوري على الجانب الأيمن، ممكن يقدم إضافة، وهك المنتخب يلقى اللاعب اللي يستحق يكون في المكان هذاك. وحاليا نحب ولا نكره نقطة ضعف المنتخب التونسي، لأنه المركز هذاك شكون لعب فيه؟ لعب فيه في راس بالعربي ما مشيتش الأمور، لعب فيها الشيخاوي بالطبيعة تاع الاتحاد المنسير السابق ما مشيتش الأمور، لعب مقابلة واحدة، لعب عمر العيوني ما مشيتش الأمور. ممكن الياس العشوري لو كان يلعب على الجانب الأيمن تتفض مشكلة المنتخب التونسي. حلقتنا اليوم وفيت، إن شاء الله التشكيلة هذه تنال بطبيعة إعجابكم. كان ثم إشكال، لو كان ثم لاعب يستحق يكون مكان لاعب آخر بطبيعة عندكم التعليقات، تنجموا تقولون شكون اللاعب اللي تراوه كان يستحق يكون متواجد في التشكيلة المثالية ومتواجدش. حلقتنا اليوم وفيت. في ختام الحلقة كالعادة البياري مطبقة كبش يقول لكم حظ موفق المنتخب التونسي، حظ موفق اللاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية في الدوري التونسي. تحية تونس، عيش تونس، كلنا تونس، والسلام.